لولا الفضول والتطلع لمعرفة كل أسرار الكون لما وصلنا إلى هذا القدر من التقدم والمعرفة. فالبشر دائماً يطمحون إلى الكمال حتى لو أنهم مدركون أنهم لن يصلوا إليه، وكثيراً ما يظنون أنهم أصبحوا ملمين بكل شيء في الحياة حتى تفاجئنا الطبيعة بشيء جديد غامض لنعرف مدى ضآلتنا في هذا الكوكب الفسيح. اليوم سنتعرف على بعض تلك الكائنات الغريبة والأشياء الغامضة التي جرفتها المياه على الشاطئ. وقبل أن نثري معلوماتكم بكل ما هو جديد، علينا تذكيركم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. 1. ظهور حورية بحر ميتة على الشاطئ بعد الإعصار. انتشر فيديو في الآونة الأخيرة على الإنترنت وشغل بال الجميع، حيث وكما نرى أن الفيديو يظهر لنا شكل حورية بحر ميتة، لكن لا أحد يعرف أين توجد هذه الحورية بالتحديد في شواطئ فلوريدا، وصاحب الفيديو لم يقدم أي معلومات عن الأمر، لذا يظن الجميع أنه مجرد خدعة، ولكنهم لا يقولون هذا بدون دليل. لقد لاحظوا أن جسد حورية البحر يبدو في حالة متقدمة من التحلل وخاصة الذراعين، ورغم ذلك شعرها لم يتساقط، وهذا أمر غير طبيعي بالمرة. والملحوظة الثانية هي وجود مساحيق واضحة للغاية على وجه الحورية، وهذا مستحيل لكائن يعيش تحت الماء. ورغم ذلك نقول إنه في حالة أن هذا الفيديو حقيقي وغير زائف، فلا شك أنها ستكون اكتشاف العصر، وهذا يثبت لنا أن ما يخفيه عن المحيط أكبر مما نتخيل. 2. العثور على حوت العنبر الميت مع 115 نفاية بلاستيكية. من المحزن أن نكون نحن السبب في موت حيوان مسالم مثل حوت العنبر. لكم أن تتخيلوا أن هذا الكائن الضخم فقد حياته بسبب النفايات التي نلقيها نحن في المحيطات. فهذا الحوت النافق الذي تم العثور عليه في حديقة وطنية في جاكرتا بإندونيسيا كان يحمل في معدته ما يقرب من 6 كيلوغرامات من النفايات البلاستيكية من أكواب وعبوات وأكياس بلاستيكية. حدث هذا الأمر في 19 من نوفمبر 2018، وكان طول الحوت يبلغ حوالي 31 قدماً، ولا أحد يعرف كم تعذب هذا المسكين قبل أن يموت بسبب تلك النفايات. هناك إحصائية تقول بأن الدول الأسيوية الخمس لديها 60% من حجم النفايات البلاستيكية الموجودة في المحيطات، وإذا أردنا التحديد فالصين هي رقم واحد وأندونيسيا بعدها مباشرة، ثم تأتي الفلبين وفيتنام وتايلاند. 3. اكتشاف وحش بحر غامض على شاطئ جزيرة سيرام بأندونيسيا. تفاجأ سكان الجزيرة بوجود جثة وحش ضخم متحللة على الشاطئ، وكما نرى أن ماء الشاطئ بالكامل تحولت للون الأحمر، والسبب هو الكم الهائل من الدماء الآتية من الوحش، مما دب الرعب في قلوب الجميع، وعند الاقتراب لاحظوا وجود أنياب فظنوا أنها مجرد فيل ميت، لكنهم تراجعوا عن هذا الاعتقاد عندما شاهدوا بعض المخالب الضخمة. انتشر الخبر على الإنترنت وظهرت التكهنات بأنه قد يكون الكراكن الذي لطالما سمعنا عنه في أفلام الخيال العلمي. ورأي آخر يقول إنه ربما يكون ديناصوراً قرر أن يخرج على السطح لكنه لم يتمكن من الوصول حياً. لكن كل هذه التكهنات ذهبت سدى عندما وصل الخبراء إلى الشاطئ وتوصلوا إلى أن هذا الوحش ما هو إلا حوت البالين، وما أكد الأمر أن جزيرة سيرام قريبة من طريق الهجرة لحيتان البالين، وهذا هو التفسير المنطقي الوحيد للأمر. 4. انجراف كرة ثلج عملاقة على شاطئ في سيبيريا. نحن لا نتحدث عن كرة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، لكن على مئات من الكرات الثلجية الكبيرة على شاطئ في قرية نيدا بسيبيريا، فهي موجودة على مساحة تغطي مسافة 11 ميلاً من الساحل، والغريب هو التنوع في الأحجام، فقد تجد كرة بحجم كرة التنس أو أخرى بحجم كرة الشاطئ وغيرها من الأحجام المتفاوتة. لكن السؤال هنا، من أين أتت هذه الكرات؟ والحقيقة أن هناك عملية بيئية نادراً ما تحدث، حيث تتشكل قطع الجليد الصغيرة ثم تتدحرج مراراً وتكراراً بواسطة الريح والماء حتى تتحول إلى كرات ثلجية بهذا الشكل الكثيف. وبشهادة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من هذا الشاطئ، فإن هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها شيئاً كهذا. 5. أفعى البحر النادرة التي يعثر عليها في جزيرة كاليفورنيا. جاسمين سانتانا معلمة أحياء بحرية، كانت تغوص قبالة الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا عندما شاهدت كائناً بحرياً فضياً بطول 18 قدماً، واعتقدت جاسمين أنها إن لم تسحب هذا المخلوق فلن يصدقها أحد.
لكن إخراج السمكة العملاقة من الماء تطلبت مجهود 15 شخصاً، وعند رؤيتها من مسافة قريبة اكتشفوا أنها سمكة المجذاف، لكنها ليست مشهورة لأنها تعيش على عمق 3000 قدم، لذا لا تظهر على السطح إلا نادراً. ربما موتها هو السبب الوحيد في خروجها إلى السطح بهذا الشكل. 6. أول ديناصور تم العثور عليه في واشنطن. وجد علماء الآثار عظمة فخذ تعود للديناصور كانت مدفونة تحت الماء من ملايين السنين، وهذا اكتشاف مهم لأن هذه العظمة هي أول دليل على تجول الديناصورات في واشنطن. لكنه ليس ديناصوراً عادياً مشاهدينا، فالعلماء يؤكدون أنه أقرب ما يكون للثيروبود، وهو ديناصور ذو قدمين ومن آكل اللحوم، كما أنه من عائلة الملك تيرانوسورس ريكس، وهو من أشهر الديناصورات على الإطلاق. صاحب هذه العظمة عاش على الأرض منذ 80 مليون سنة، أما عن طول العظمة فكان 4 أقدام. وهذا الاكتشاف جعل العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون أن جهودهم التي دامت لسنوات في البحث عن أي بقايا للديناصورات لم تذهب سدى. 7. مخلوقات شبيهة بالهلام على شواطئ كاليفورنيا. غطت هذه المخلوقات الزرقاء الغريبة الشاطئ في كاليفورنيا، وبشكل خاص في مقاطعة سان دييغو، مما جعل السكان يتعجبون من هذا المشهد الغامض والمخيف، حيث كانت هناك أعداد تتجاوز المليارات من هذا الكائن الهلامي. في البداية ظنوا أنه قنديل البحر، لكن تبين أنه أبعد ما يكون عن القنديل، وهذا أمر جيد لأن هذه الكائنات غير سامة على عكس القنديل، ولكن علينا الاحتراس من لمس العينين أو الوجه بشكل عام بعد لمسه، فربما يكون الأمر خطيراً ونحن لا نعلم، بما أنه ليس لدينا أي معلومات عنها. 8. فقاعات البحر الأرجواني الهائلة تغزو شواطئ كاليفورنيا والممرات المائية. من الواضح أن كاليفورنيا لها نصيب الأسد في مقطع اليوم، وهذه المرة سنشاهد حيواناً مطاطياً ولزجاً أرجواني اللون يعود لفصيلة الرخويات، ولقد تمت مشاهدته بشكل كبير مؤخراً على شواطئ كاليفورنيا. والمثير في الأمر أنه من الصعب تمييز هذا المخلوق، حيث يختلط الكثير بينه وبين الأعضاء البشرية، وهذا بسبب لونه وماهية جسده الهلامية. ويعزو الخبراء سبب تكدسهم على الشاطئ إلى ارتفاع درجة حرارة الماء بالقرب من المياه الساحلية، لكن من المطمئن أنه حيوان نباتي غير سام، يزن 15 رطلاً ويبلغ طوله 30 بوصة. 9. حبار عملاق على الشاطئ الإسباني. كثيراً ما سمعنا عن الحبار العملاق وقوته، ورغم أننا لم نره من قبل، فإننا رأينا الذنوب التي تركها على أجسام القروش البيضاء والحيتان المفترسة، وقد أتى اليوم الذي سنشاهد به هذا الحيوان الأسطوري، وهو على شاطئ في أسبانيا لا حيلة له. الحبار العملاق يزن 400 رطل ويبلغ طوله 30 قدماً، والسبب الرئيسي في عدم رؤية هذا الحبار هو أنه يعيش على عمق 3000 قدم، كما يعتقد العلماء أن الحبار مات في البحر ثم جرفته الماء إلى الشاطئ، والمثير أن هذا الحبار هو أول حبار يظهر على السطح ويراه البشر. 10. مخلوقات شبيهة بالخيار المخلل تغطي شواطئ أوريغون. يقع شاطئ أوريغون في جنوب كاليفورنيا، وقد شهد هذا الشاطئ غزواً من الكائنات الهلامية الشفافة التي تشبه الخيار المخلل الصغير. حدث هذا الغزو في يونيو 2021، حجم هذه الكائنات لا يتجاوز حجم راحة اليد، ولقد توصلنا إلى اسمها العلمي وهو هلاميات نارية أو بيروسوميس، وهي كائنات استعمارية. ربما هذا هو ما يفسر وجودهم بهذا العدد الهائل على الشاطئ. 11. انجراف أنابيب عملاقة على الشاطئ. تخيل أنك تجلس على الشاطئ لتسترخي، ثم تجد فجأة أنبوباً بطول 8 أقدام متجهاً نحوك من داخل المياه. لابد أنك ستركض بكل ما أوتيت من قوة، لكن الجيد في الأمر أنها أنابيب بلاستيكية. لكن السؤال، من أين جاءت تلك الأنابيب؟ والجواب الوحيد هو أنها كانت على متن سفينة شحن، ولظروف معينة سقطت من السفينة وجرفتها المياه إلى الشاطئ. ومن الطريف أن السكان في إنجلترا كانوا يقومون بالتقاط الصور بجانب الأنبوب، لكن المسؤولين حذروا من الاقتراب من هذه الأنابيب حتى لا يصاب أحد بأذى، إلى أن يتم نقلهم إلى النرويج، وهي الوجهة التي كانت ستذهب إليها من الأساس. 12. مخلوق بحري غامض على شاطئ المكسيك. تم العثور على هذه الجثة على شاطئ بونفيل، وهي جثة بطول 13 قدماً رمادية اللون هلامية الملمس، والغريب أنه لا يوجد رائحة كريهة تنبعث من الجثة، واحتار الجميع في تحديد ماهية هذا الكائن،
فلا أحد يعلم إن كان حباراً عملاقاً أو حوتاً من نوع ما. لا أحد يعلم حقيقة الأمر، وهذا ما يدب الخوف في قلوبنا جميعاً ويجعلنا ندرك خطورة المحيط وما يأتي منه. 13. آلاف من بيضة كندر تغطي الشاطئ. ضربت عاصفة ساحل ألمانيا الشمالي، ونتج عن ذلك فيضانات وأضرار لا حصر لها، لكن يبدو أن العاصفة شعرت بالذنب فأرادت أن تعتذر بشكل مختلف، فقامت بجلب آلاف من بيض الكندر الذي يعشقه الأطفال إلى شاطئ بالقرب من الحدود الهولندية. فما كان من الأطفال سوى الذهاب إلى الشاطئ وجمع هذه الألعاب الجميلة، وهذا الأمر ليس مفيداً للأطفال فقط ولكن لنظافة الشاطئ والمحيط. ولا بد أن يشكر الأطفال الأحوال الجوية السيئة التي تسببت في سقوط البيض من السفينة. 14. انجراف ملايين من سرطانات التونة الحمراء على شواطئ سان دييغو. شهد سكان لوس أنجلوس ظاهرة غريبة على الشاطئ، والتي تتكون من تجمع ملايين من سرطانات التونة الحمراء على الشاطئ، وقال العلماء إنها ظاهرة غريبة، وإن دلت فهي تدل على تغير في المناخ وطبيعة الماء والكائنات. استمرت هذه الظاهرة لمدة 3 أيام، والغريب أن السكان حاولوا إعادة السرطانات إلى الماء لكنها كانت تعود مرة أخرى إلى الشاطئ على الفور. 15. مخلوق غريب يشبه الدولفين لكنه بلا عيون ويمتلك أسنانا حادة. ظهر هذا المخلوق المرعب على الشاطئ في المكسيك، وهو كما نرى أنه أقرب ما يكون للدولفين، لكنه لا يمتلك عيونا تماما إلى جانب وجود أسنان حادة، كما أنه لا يمتلك زعانف وطويل مثل ثعبان البحر. وكل هذه الصفات جعلت العلماء في حيرة من أمرهم، وكل ما استطاعوا التوصل إليه هو أنه مخلوق يعيش في أعماق المحيط الهادئ حيث لا تصل أشعة الشمس بشكل كاف، وهذا ما تسبب في حدوث هذه الطفرة له. لكن هذا الكلام ليس مؤكداً بالطبع. 16. طفل قرش ألبينو عملاق. أصيب الصيادون بصدمة كبيرة عند رؤية هذا الصغير الفريد من نوعه في خليج كاليفورنيا، ومما لا شك فيه أنه اكتشاف كبير لأنه يشبه الكائنات الفضائية إلى حد ما. والصياد الذي كان سعيد الحظ هو إنريكي لوسيرو، والغريب أنه عثر على 9 أشقاء من هذا النوع، وجميعهم كانوا طبيعيين ما عدا هذا الصغير. وعندما نشر صورته على الإنترنت لفت انتباه 2 من علماء الأحياء في المكسيك، وطلبوا من الصياد استعارة السمكة لعمل أبحاث عنها. وبعد القيام بالأبحاث والأشعة تأكدوا أنها سمكة قرش إلبينو، وأنها ليست الحالة الأولى لوجود سمك قرش أعور من هذا النوع، حيث كان هناك الكثير من الحالات المشابهة، لكن من الواضح أنها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة لوقت طويل بمفردها.